اشتغل. شوف من هلا انا بشتغل وانتو بتدرسوا بس. وش معنى انت هيك؟ لانه انا. وليش مو حسن؟ هو ما بده يدرس. حبيبي حسن ما حيشتغل، ما في غيري. مو على امرك. انا ما بقبل، ما بقبل. انا بشتغل وانت لازم تسافر. اذا طاب ابوك بسافر السنه الجايه. هو اذا ما طاب بدك تسافر، لازم تطلع على امريكا. عمر لازم تدور على منى. شش، وطي صوتك. مين منى؟ أمو. أمو نعمل عشاء. شو؟ شو عم تحكوا؟ عم نقول إذا أبوك ضل مريض هيك شو بدنا نعمل؟ شو يعني؟ رح نسكت له لعمي؟ شو بدنا نعمل يعني؟ ما بعرف. أي شيء. شو هذا أي شيء؟ بحرق له المحل. شو رح تستفيد؟ علي وعلى أعدائي. بيحطوك بالسجن. شو يعني؟ ما بدك تنتقم لأبوك؟ وطي صوتك حسن. أنا بدي انتقم لو كان أبوك بيستفيد شيء من هالانتقام. كمان أنا مثلك حاسس بالظلم ومقهور وحاقد على عمي، وحاسس قلبي رح يوقف لأني ما عم بحسن فجر كل غلي. والله هي وصلت من عند المحامي، كنا عم نحضر الاوراق، بقي بس يوقع. خليني اشوفه مشان اقول له انه بكره الصبح رح نجيب كاتب العدل ونجي. كتبت له نص المحل باسمه مثل ما اتفقنا. والله ماني متوقع انه يزعل مني هيك. يعني انا اخي بيهون علي دمي ولحمي، معقول اصفط فيه؟ خلوني ادخل لعنده طيب خاطره، بلكي بيسامحني. معلش يا عم، امي نايمه جوا بالاوضه. كلمتين وبس. أمي نايمة جوا بالغرفة، عم تتعب كتير وما عم تحسن تنام. وإذا كان الحكي اللي عم تحكيه صحيح، بكرة بتشرفونا أنت وكاتب العدل وبتدخلوا بتشوفوا. ونحن أسفين عمو، غير هيك ما عنا. طيب بكرة الصبح جايين، وإن شاء الله ما بيصير غير مثل ما بيريد أبو عمر. تصبح على خير. بس طمنوا انه جايين امانه. خليه يعرف. كذاب. ليش كذاب؟ اذا اجى بيطيب ابي؟ ما رح يجي. شو هذا اللي عم يحكي؟ ما بعرف. سجلت له المحل؟ لا ما لحقنا لبكره. انت شو جابك لهون؟ عم دور عليك. خير؟ عزيز صار له شيء؟ لا الحمد لله كثير منيح، ومشان هيك عم دور عليك. عم بتقولي كثير منيح؟ ايه الحمد لله ونزلت حرارته. عم فكر انا وانت قد ايه عقلنا صغير؟ يعني معقول عاد حدا هالايام يامن بالعين يا رجال؟ ايه ما شفتي شو صار له؟ شو صار له؟ شوية التهاب لوزات، كل سنة بيلتهبوا مرة ومرتين، هالمرة زادوا لهم شوي. عم فكر نعمل له هالعملية ونخلص بقى، نرتاح. لما عرف اخي بالقصة مرض عزيز، ولما قررت سجل له المحل نص المحل مثل ما بدك، لما قررت سجل له نص المحل نزلت حرارته. شو معناته هاد؟ لا الحمد لله احسن، الحمد لله على السلامة. ارتاح بابا ارتاح. حاجتك بقى، معقولة اخوك الادمي ابو عمر يصيب ابننا بالعين؟ وليش ما يصيبه؟
لأنه هو الثاني عنده أولاد وبيخاف ندي عليهم. البني آدم ساعة غضب ما بيفكر بشي. بالعكس، بني آدم بهيك ساعة بيفكر بكل شي. لا، خايف نغلط مرة ثانية. خلينا نعمل له العملية ونرتاح. خلينا نسجل له نص المحل مثل ما اتفقنا ونرتاح طائين. أخوك هو اللي طلع عن العيلة، مو العيلة اللي طلعت عنه. مال ولادي ما فرط فيه، فهمت؟ وانت شو بتريديني اعمل؟ بدي ترجع لعند ابو شريف وتضل عنده لحتى الله يفرجك. يعني بتشوفيها معقوله بعد كل اللي صار؟ ليش انت شو صار عليك؟ انا ولا شيء، بس اذا الزلم عمل هيك باخوه انا شو رح يجيني منه خير؟ انت وابو عمر ماشيين المحل، ولولاكم كان المحل افلس من زمان. وهلا بعد ما راح ابو عمر الله يشفيه ما رح يقدر يستغني عنك وما رح يسترجي إلا كلمة. لا وفوق هيك بتطلب زيادة راتب كمان. أولاً هو ما بيعرف إنه نحن ماشيين المحل لأنه هو مفكر حاله معلم. ثانياً هو زيادة ما رح يزد لي لأنه صباح الخير ما بيقول لي، ومفكر إذا قلعني رح نموت من الجوع. ومعه حق، غير هالمعاش ما عنا. طيب طيب جيبي لي جوز جرابات. أنا ما عم بفهم ليش أنت متضايق. مو انت من تمك بتقول انه ما بتشوفه باليوم غير 5 دقائق؟ طيب اتحمل هال5 دقائق. بس هلا بعد ما مرض ابو عمر رح اصير شوفه على طول. بعدين انا بصراحه عم فكر افتح شغل انا وعمر. ها؟ ومنين بدكم تجيبوا راس مال؟ لو ابو عمر عنده مصاري كان فتح لحاله من زمان. لو ابو عمر بيقصد كان فتح من زمان، بس هو ما بيعرف يضب ايده لانه مو متعود على القله. وبصراحه غير 4 اشكال فواكه ما بيقبل بعد الغداء، وغير اغلى شيء بالسوق ما بيشتري لا لاله ولا لاولاده. وهلا الاولاد بدها تقبل؟ والله يا اما بيقبلوا يا اما بيشتغلوا اجرة عند ابو شريف، غير هيك ما في. وانت من وين بدك تجيب المصاري؟ ما بدك يعني ارجع لعند ابو شريف؟ لا بس انا بدي افهم يعني. انا انت... ماشي. ابو وفي شو بكي؟ لوين رايح؟ راجع لعند ابو شريف. تعال هون. نعم. بعد ما غاب ابو عمر ما عاد في مين يحاميلك، انت كنت شادد ظهرك فيه. لا تقلي شو بيهمك، بيهمني لأنه بالنهاية كله أنا بدي أتحمله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هلأ أنا كنت ماشي رجعتيني مشان تقلي لي قديش عم تتحملي. أنت بدك تبيع الأساور مو هيك؟ أنا ما بدي شيء. بعرف. حكيت مع أم عمر؟ مو مباشرة، بس اللي فهمته إنه هي ما عندها مانع. ليك ما رح اعطيك اللي معي، رح خليهم مشان اذا حدا مرض لا سمح الله ولبين ما الله يفتحها بوشك. خد هدول. انا بس بدي افهم يعني ليش قبل ما تعملي هالمنيح تسميلي بدني ويطلع خلقك ونتخانق لحتى ما يعدي نفس قلك شو كان؟ هذا الطبع ما كنت افهمه. انت اول على اخر، كنت بدك تاخذهم؟ قلت لحالي بعطيك اياهم انا احسن. انا ما جبت سيرتهم ابدا. هي لحالها لازم تقلي عليها شكرا. على شو لازم اقول لك شكرا؟ لاني ما خليتك تطلب. حضر حالك للفحص منيح ماما؟ ايه امي لا تخافي، حافظ. ما بدي بس حافظ، بدنا علامات منيحة. شو بدي فيهم؟ كيف شو بدك فيهم؟ ايه امي شو بدي فيهم؟
مشان تدخل الجامعة؟ الفرع اللي بدي يدخله ما بده علامات. ليش شو قررت؟ حقوق. حقوق؟ حقوق ما بده دوام. هلا انت اعمل جهدك وبعدين بنشوف شو بصير. شو ما صار امي، شو ما صار. شو بك حبيبي؟ ما بعرفك هيك. امي لا تحكي لي امي، انا منيح. يلا بخاطرك. الله معك. شو راح عمر امي؟ ايه راح. هلا انت حكالك شي؟ عن شو؟ عن كل شي. ليش ضرب حاله بالسكين؟ هو مو كان حابب بنت؟ ايه بس سافرت. لوين؟ اهلا اهلا عرفوا بعتوه على امريكا. ليش يعني ما عجبهم عمر؟ لا مو بس هيك، هي مسيحية. هو كان بده يلحق؟ لا بس أمي هو مو كان مقرر يسافر مشان يدرس. أي وبعد ما تعرف عليها اتفقوا يسافروا ويتجوزوا هنيك. ولا هذا كله راح؟ لا حبيبي ولا دراسة. أمي أنا قلت له لعمر أنا بشتغل، أنا ماني شاطر وأنا ما بدي سافر وأنا ما بحب حدا، بس هو ما وافق. أهلين خالد، تفضلي. أهلين أهلين أبو عمر. أهلين حبيبي. قولي علي عليك يا أم عمر، والله ما بتستاهلوا لا أنت ولا أبو عمر. نصيبنا. الله يلعن العاطي. والله ما عندي خبر، أنا لما بسافر أبو وفيق بتتربط إيدي وما بعد بلحق شي، ما بعرف كيف هيك مرقت الأيام. رجع أبو وفيق لا الدنيا كلها تغيري. شو بدنا نعمل؟ نمنا بعالم، فقنا تاني يوم بعالم تاني. تفضلي تفضلي كريمان. لا لا تقبريني سبقتكم. استحتاني عودة. تفضلي. شو أبو وفيق راح على الشغل؟ أبو وفيق ترك الشغل. تخانقت أنا وياه وعطيته صيغتي مشان يروح يبيعها. مشان قال يفتح محل هو وعمر. قال هيك اتفقتوا. يعني وافقتي؟ حتى لو كنت مالي موافقة، أبو وفيق ما رح يبقى بالمحل بدون أبو عمر. تعرفي كان شادد ظهره فيه. بقى موافقتي ما لها أهمية. طبعاً حكيت وخانقت مو لأني زعلانة، لا بس لأنه يعني بتعرفي بدي وقت لحتى أتعود على الشيء اللي صار، ومشان تاني مرة يسألني قبل ما يعمل شيء. إن شاء الله بتدبير أبو وفيق عمر بيقدر يوقف على رجلي. أنا المشكلة إنه ولادي لساتهم صغار. طولي بالك تقبريني. إن شاء الله بكرة أبو عمر بيقوم وبيرجع كل شيء مثل ما كان. إن شاء الله. بس أنا الحق علي كمان. الحق عليكي؟ ليش بقى؟ لأنه كان لازم أشتغل من الأول. ليش درست لكان؟ بس أول ما تجوزنا قال لي أبو عمر عادي بالبيت، قلت له حاضر. ما عملت حساب لقدام. وكيف كان بدك تقومي بخمس رجال وأنت عم تشتغلي؟ كتير ستات عندها أولاد وبتشتغل وماشي حالة. صباح الخير ما في؟ أم وفي؟ صباح النور. شو ما بستاهل تقلي خالي؟ خالي من أولى للغرب، بس اللي منحبه ما بقدر. ما بتطلع معي. عيب ماما. خالي ما في ما بتزعل مني صح؟ صح ما بزعل منك تقبرني. شو ما اجى عمي؟ لا ليش بده يجي؟ شو مالك عمر؟ اجى امبارح بالليل. شو جابه؟ قال بده يجي اليوم ويجيب معه كاتب العدل ويسجله نص المحل باسم أبي. ماما مشان الله بلا مزح،
أنا قلبي مو متحملها. والله العظيم هيك قال، بس ابنك العاق قال له إنه هذا كذاب، والدليل إنه لسه ما إجا وما رح يجي لأنه ما له مصلحة. ليش ليكذب؟ هذا اللي ما فهمناه، وشو كان بده الله أعلم. هون في لغز وبده حل. دعواتي. شو رأيك نروح نزور الست زينب ونزكي عن هالصبي؟ ايه لازم. انت وين رايح هلا؟ لوين بدي روح يعني؟ على المحل. ايه الله معك. وبدك تتأخر شي؟ وليش لحتى اتأخر؟ قلت لحالي صرت لحالك بالمحل بيكتر عليك الشغل. ما راح ادور شي، بكره بطيب ابو عمر بيرجع على المحل اللي بيستلمه. ايه ان شاء الله. عم قول لحالي روح زور سلفتي، منا بتطمن على ابو عمر ومنا بشوف اذا بدها مساعده. ايه منيح منيح. ايه بس مو اليوم. لا لا انا اصلا اليوم ماني فاضيه، بعدين قلت لحالي باجلها شوي بكون احسن. ايه هيك احسن. يلا بخاطري. الله معك، مع السلامه. يا رب. مبروك. الله يعافيك. كيفك انوار؟ اهلا حسام، كيف الوالد؟ ماشي الحال، الحمد لله. المعلم جوا؟ والله ما اجى بعده. اهلا حسون، شو جاي تشتغل؟ شو صاير ببيت عمي؟ بتعرف؟ عزيز كان مريض كثير. شو عرفك؟ بعتني المعلم مرتين ثلاثة اشتري له أدوية. سألته قام حكى لي إنه ما عم يطيب. إيه، وبعدين؟ سألته امبارح، قال لي الحمد لله خف. إمتى خف؟ بده يكون اول امبارح بالليل. والله ما سالته. اهلين معلم. كيفك عمي؟ كيفك حرامي؟ شو جاي يعمل؟ مر على الطريق وقلنا مرحبا. تاني مره اذا بيجي قال له. يعني نقول له عمك قال لي قلعك؟ ايه هيك، قال له عمك قال لا تجي لعنا، مالك شغل هون؟ ليش هو جاي يدور على شغل؟ لكم بده نعيش. مرحبا انا سلمى، شفتني؟ معقول انساكي؟ كيفك سلمى؟ منيحه. وينو سامي؟ بتعرفي سامي كمان؟ ايه، مو انت قلت لي انه اجي لعندكم مشان يحكي لي قصه المارد اللي بيقعد بالقنينه؟ كمان مو اسمه أنينة. ايه مزبوط، اسمه أمقم. أمقم صح، تذكرتني هلا؟ طبعا تذكرتك. وينو سامي؟ سامي لازم يكون بالبيت. لكن أنا راح أسأل أمي وراي لعنكم. طيب ماشي. لا أنت خليك هون، إنه أنا مستحي أجي لحالي لعنكم. حاضر. اليوم فاقت من الصبح وقالت انه رح تروح عند سامي اللي بيحكي قصص. لا تواخذني، والله ما عرفت انها رح تقعد تنتظر عند الباب. ولا يهمك، بالعكس لانه سامي صرعنا بالقصص، خلي حدا يحمل عنا كتف، ما في مشكله. اذا هيك لكن خليها تروح. ماما بعد نص ساعه بترجعي على البيت. اذا ما خلصت القصه؟ انا قلت بعد نص ساعه. طيب انت بتقول لي امتى ارجع البيت لانه انا ما بعرف بالساعة. طيب شبك رشيد رح تدعسنا؟ ايه معقول ادعسها يعني. اهلين ماما. شو جايبة ضيوف معك؟ تعال. هاي سلمى بنت الجيران وجاية لهون مشان يحكي لها سامي قصة. اهلين حبيبتي. مرحبا خالي. اهلين يا ربي. خالي ابو عمر، هاي ماما. لو سهلة. يلا حبيبتي تعي مشان وديك لعند سامي. كيف كان الفحص ماما؟ امي يعني ليش عم تسألي اذا بتعرفي انه منيح؟ يعني بتاخد علامة تامة؟ يمكن، إن شاء الله.
شايفة لهي البنت اللي ما بعرف شو اسمها؟ هاي البنوتة اسمها سلمى. هاي البنت اللي اسمها سلمى بكرة بس تكبر بدي اتزوجها. لكن احكي لي قصة. فورا وافقتي؟ اتقلي حالك شوي. شو يعني اتقلي حالك؟ بدون ما تعرفي، خليكي هيك مثل ما انت. يلا احكي لي. اي قصة بدك احكي لك؟ قصة المعاد اللي بيطلع من الأمأم، هيك قال لي عمر. هي قصة علاء الدين والمصباح السحري، والمارد ما بيطلع من الأمأم، بيطلع من المصباح السحري. ليش ما في قصة بيطلع فيها المارد من الأمأم؟ هي مبلع، بس هديك القصة ما بتنحكى للأولاد الصغار مثل سلمى. لكن احكي لي قصة علاء الدين اللي بتطلع بالتلفزيون. تحت أمرك أنا. ها يا ستي يا سلمى، هذا كان يا ما كان في قديم الزمان، كان في واحد اسمه علاء الدين. عمار كيف كتبت؟ منيح. يعني قديش بتاخذ؟ شو بتفرق؟ يا اخي ما بتفرق، بس قديش يعني؟ ما بعرف ما بعرف. ما حسبت. يلا احكي لي. هل شو؟ وين وصلنا؟ عند قصيت كان في ولد اسمه علاء الدين. برافو. هذا علاء الدين واحد شاب كثير ظريف وحلو. سامي كمان بيقعد مع عمر بالمحل، حتى رشيد يقبشني قال إذا أخواتي مو فاضيين أنا بقعد بالمحل. هلا رح أقوم طبق الطبخة بعدين ببعت لك عمر يقعد جنبك. لما إجا الدكتور قال له لعمر لازم نضل نحكي معك على طول. سأله عمر عن شو بدنا نحكي معه؟ زير شو قال له؟ قال له عن النسوان. عمر لا ما عم تفوت بمخه، شلون واحد بيحكي مع ابوه عن النسوان؟ سالم؟ سالم عم تسمعني؟ عمر! سامي! تعال تعال، حط ايدك على ايده. سالم اذا عم تسمعنا حرك ايدك حبيبي. ماما ماما بيحرك ايده. يا ماما وانا وانا بابا انا سامع. تسمعني؟ حرك ايده. الحمد لله على السلامة يا بابا. الحمد لله على السلامة. بابا انا رشيد. شوي شوي ماما شوي شوي. عم بيحرك ايده بابا. انا كنت عارفان انك رح تطيب. مع الدكتور ولا شو صار؟ عمر عمر نعم صارت نص ساعة؟ نعم قالت ماما اقعد عنكم بس نص ساعة صارت؟ طيب سامي خلص لك القصة؟ ايه لكان صارت وقول له شكرا لسامي. طيب ليش ما تقولي له انت؟ انا بستحي. الو مرحبا، بالله لو سمحتي ممكن احكي مع الدكتور؟ عمر الحلبي. الو مرحبا دكتور. دكتور بلش يحرك ايديه. ايه هي اول مرة. يعني بيكون هلا واعي علينا مو هيك؟ طيب معناتها نحن رح نستمر بالادوية والابر كالعادة. وكيف رح يكون التحسن؟ نحن وحظنا. إن شاء الله بيكون حظنا منيح. إن شاء الله. شكراً دكتور. إذا صار معنا شيء جديد بخبرك.
الله معك. شكرا. شو قال الدكتور؟ الحمد لله امي، لهلا الوضع ممتاز، بس لازم نضل نعطي الادويه والابر. الحمد لله. خلص ماما، اذا بدك تسافر انا ما رح اوقف بطريقك. لا امي معلش، انا ما بدي اسافر. ليش لا حبيبي؟ هي ابوك رح يتحسن وان شاء الله بيقوم بالسلامه. امي بس يقوم ابي بالسلامه انا بفكر شو بدي اعمل. طيب خلص ما تزعل مني. امي انا مالي زعلان منك، بس يمكن عم تفشش فيكي. معلي اذا هيك تفشش قد ما بدك. انا اسف. معلش حبيبي. سلام. سلام. مصاري ولا؟ مصاري. أنا مصاري. مصاري معك على تجربة. مصاري غليت لمار. إيه. بسرعة بسرعة مصاري. إيه وعيد السكينة. إيه. خد. اسمعوا لا. إذا بتفتح تمك بكلمة واحدة بشرطك بالسكينة الصين فهمت؟ يلا روح نلاع. روح. والنتائج يعني ماشي الحال، يعني ان شاء الله ما انضربت ولا بمادي. شوي ها شوي مو محسوبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت لحالي طالما عمر اليوم خلص فحص فلازم نبدا بالشغل. شفت محل صغير انت ابو عمر اكيد ما راح يعجبك. صحيح مو من مقامك، بس لبين ما تقوم بالعافيه بكون انا وعمر رتبناه وصار معقول، واذا مشي بنشوف بعدين شو بدنا نسوي. ايه وامتى بدكم تروحوا تشوفوا المحل؟ هلا اجيت اخذ عمر ونمشي. ايه بدي اروح معكم. امشي. جهزتوا المصاري؟ ايه رحنا على الصايب وكل شيء يعني. لا ما اخذتوني معكم؟
هلا ليش بدنا ناخذك معنا؟ قوم ماما يلا، قوم من جنب ابوك هلا بتزعجه. انا؟ انا بدي ازعجه لبابا؟ بابا انا عم بزعجك شي حبيبي؟ شفتي؟ ما بده يعني قوم. مرحبا. اهلين سلمى. اهلين؟ يلا قوم روح احكي لها حكاية اصبح. لا 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 حبيبتي انا بدي روح شوف المحل. يعني امتى اجي؟ انا لما ارجع ببعث لك خبر. ليه ما بتعرف بيتنا؟ مرحبا. اهلين. سلمى هون؟ ايه تفضل. اهلين ام سلمى، تفضلي. انت ما قلتي لامك انك عنا؟ شفتي بتضل تدور عليكي. اهلين جارتنا، تفضلي. شكرا. الله يسامحها، بفدا ما بلاقيها، كانت تتعلم تطلب اذن. ما بتسمح لي اروح لمحل. مو صحيح، لهون بسمح لك. يلا ماما تعي امشي على البيت يلا. سامي لا تنسى. لا لا، ما بنسى سلمى ولا يهمك. شو عمر جاهز؟ ايه عم تفضل تفضل. لحظة لحظة انا بدي اروح معكم. يلا بدك شيء امي؟ لا سلام. يلا بخاطرك. الله معك. مع السلامة. تفضلوا. يعطيك العافية. اهلين وسهلين. يعطيك العافية. عفوا انت ليش بدك تبيع؟ والله بدي سافر برات البلد. وغراض المحل شو بدك تعمل فيهم؟ والله بدي بيعهم. إذا بتعملنا سعر منيح ما بفكر. طيب شو قلنا مصلحة فيهم الغراض؟ عن إذنك لحظة. تفضلوا. تعال معي يا عمار. أول درس، إذا كنت أنت مو موافق معي بتقلي إلي وبس، وإذا كان رأيك مو مثل رأيي بقول لك لك وبس. عمو لو هالزبالة اللي عنده بتنباع، كان باعه وخلص منها. هالزبالة بتنباع لبياعين البسطة، اللي بيبيعوا قشر البيض وبيربحوا فيه. كيف بقى؟ هن بيروحوا لعند الزباين، مو الزباين بتجي لعندهم، والفرق كبير. تعلم أستاذ، تعلم. أنا آسف. بسيطة، بس لا تزعل مني. لا عمو ما لي زعلان. إذا بدك ما بنشتري، بس ما رح نخسر. طيب في معنا مصاري؟ هو أريح له يعطينا المحل باللي فيه، بقى رح يراعينا. على كل حال بنسأله وبالبيت بنشاور عقلنا على مهنا. شو قلت؟ ما بدك تقلي منين جبت مصرياتك؟ انت شو دخلها؟ ما دخلني، بس مستغرب ابوك مريض وما عم بيقوم من الفرش، وامك اذا عطتك ما رح تعطيك هالقد. دبرته. رجعت مصرياتك اللي خسرته من الكشافين. كيف؟ قلت لك مو شغلك. كول كول وسكوت. ما لا رشيد بدك قتلي على هالحركات. ما فكرت انك تنزي عن جد. بدك نشوف. فكرت فكرت انك ما بتخافي. شو ما عنا فواكه؟ لا. الوحجي؟ لا. ليش؟ تعا تعا ماما بدي احكي معك. شو؟ ماما نحن من اليوم ورايح لازم نخفف مصروف. يعني الفواكه رح تقسي؟ اي الفواكه والبوزة والخرجية واللحمة كل شيء. لكن شو بدنا ناكل؟ يلي منقدر عليه منشتري. شو منقدر نشتري؟ ما بعرف هلا بدي اعمل حساباتي، بدي اشوف قديش معنا مصاري وقديش بكفونا. يعني بدي شيل مثل امين؟ مين هذا امين؟ ولد فقير عنا بالصف، اوعي مهتريه، ما بيمشط شعراته، اظافيره وسخين، حالته حاله. هذا وسخ ماما، والفقر ما له علاقه بالنظافه والترتيب. ما بعرف، بس ما بدي شيل مثله. لك انا اتحمم ومشط شعرك وقص اظافيرك ما بتصير مثله. دخان 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 دخان. مرحبا. اهلان حبيب حبيبي. اعطينا واحد حمرا معيتها. خود اجنبي اخف هلا. يا بدي حمرا انت اكو مرايي شيء. كيفا استمد اياه. الله معك حبيبي.
السلام عليكم. سامي؟ لا، شو بدك منه؟ عاوزته. طيب، بس هيجي إلا أنا سألت عنه. مين رشيد؟ ست سلمى عم تسأل عن سامي أفندي. يا عمر، والله الفكرة عظيمة، اسمع مني. أبو وفي ما بفهم بهي الشغلات. يا أخي، التجارة تجارة، شو ما اشترى الواحد وشو ما باع. طيب هلا خلينا نبدا مثل ما عم يقول ابو وفي، بعدين بنشوف شو بصير معنا. حبيبي، بكل السوق ما في مثل محلنا، يعني كل العالم بتجي لعنا، انت اهم شيء تحط الاغاني المطلوبه. معناتها ليش لا يجوا يشتروا من عنا اذا نحن رح نحط لهم الاغاني المطلوبه؟ انت مو مارق قدام بلاحك يا ستا، ما بتشوف كيف بحطوا اغاني اخر مره مشان الشباب يجوا يشتروها، لما بدها شطاره الحكايه. مرحبا. قلت لك ابو وفي ما رح يوافي. لك يا اخي، اعطوني رفين بهالمحل. ولك كل المحل ثلاث رفوف. لك الله يخليك اسمع مني، انا عم بحكي حكي عملي. ما عاد بدك تاكل؟ بدك شيء؟ ولا ما عم بفهم؟ بدك شيء من عمر؟ بابا بدك تسأل شيء؟ يمكن عن المحل. أخذوا محل صغير هن وأبو وفيق وهلأ راحوا شافوا. قد علبة الكبريت بابا. إيه بس بالسوق حبيبي. وأنا عم بقترح إنه نبيع كاسيتات. بابا المحل كتير صغير والكاسيتات ما بتاخد محل. بابا أبو وفيق عم يقول إنه نبيع جرابات، الجرابات ما بتاخد محل، أصلاً المحل اللي أخذناه صغير. هو بيعرف محل فاتح بالقصة، بيبيع جرابات كمان وشغله كتير 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 ماشي. والكاسيتات كمان بتمشي وبتشتغل منيح. يا أخي أبو وفيق، بابا أبو وفيق ما بيفهم بالكاسيتات. يعني هي الشغله بدها واحد شب، وابو وفيق ما رح يعرف شو طالع جديد اغاني بيحطها يعني. اوكي يا اخي، مع الوقت بصير بيفهم يا بابا. لا، الكاسيتات شغل شباب، بعدين مو حلوه لابو وفيق بعد ما صار بهالعمر. بعدين هو رح يقعد بالمحل اكثر مني ومنه. انا ضمنان المربح، ويا اخي انا بقعد بالمحل. حاجه ماما، انت وياه لسه ما بلشنا. ابو عمر، انت موافق مع سامي ولا مع عمر؟ امي مو هيك بدك تسالي، بابا انت موافق على الشيء اللي عم يقوله سامي؟ موافق معي طيب؟ قال ايه ماما؟ ايه وانا سمعتها. يا حبيبي، طالما ابي قال ايه وصف معكم معناتها انا فشل مشروعي. هلا انت سكوت سكوت وكمل دراستك. ماشي مثل ما بدكم، بس على فكرة انتم غلطانين غلطانين كتير، والزمن رح يثبت لكم. مرحبا، اجا سامي؟ ايه اجا. جيتوا ما قلت لي؟ نعم. مو انت قلت لي ما بترجع بتنازيلي؟ اولا انا ما صار لي خمس دقائق واصل، وثانيا جوعان بدي اتغدى. امشوا لطعميكم، تغديتي حبيبتي؟ شو طابخين؟ انت شو بتحبي؟ انا اكثر شيء بحب البطاطا المقليه. يي، وانا هلا كنت عم فكر اعمل بطاطا مقليه، تعي تغدي معنا لكان، تعي. هلا بجي، بس لاقول لامي انكم عزمتوني على غدا وبرجع. ليش انت مين عزمه؟ خالي ام عمر، مو انت قلتي لي انه امشي تغدي معنا؟ طبعا حبيبتي، انا عزمتك عزيمه رسميه. شفت كيف؟ هلا بجي. يا الله، ما احلى البنات، يا ربي ليش ما طعمتني بنت؟ كان رشيد جننها. مرحبا. اهلين استاذ. عفوا ما كنت اجيت بوقت غير مناسب. لا لا، اعوذ بالله. اهلين استاذ، تفضل تفضل. عمر هون؟ ايه تفضل، موجود. طيب شكرا. اهلا وسهلا. هلا بنادي لك علي لعمر. ماشي. بس استاذ عفوا، انا يعني كنت حابب احكي معك من زمان بس ما عم بعرف كيف. تحكي معي بشو؟ استاذ عمر غير رايه. بشو؟ يعني ما عاد بده يسافر. ما بده يسافر؟ ايه، انا حاولت اقنعه بس ما وافق. ليش؟ شو صار؟ والله يا استاذ، ابي صابته جلطه. لا لا لا.
وهو الحمد لله عم يتحسن بس ببطء كتير. طب عمر شو دخله؟ الأطباء عم بيقولوا إنه هو ما ممكن يرجع مثل ما كان. إيه بس عمر شو دخله؟ أستاذ عمر الكبير ببيناتنا وعم بيقول إنه هو المسؤول عن العيلة وإنه هو يعني ما بيحق له يسافر وحتى ما بيحق له يفكر بالسفر أساساً. هيك؟ بهالبساطة؟ إيه بهالبساطة أستاذ، حتى أنا ما حسيت إمتى هو قرر. يعني نحن هلأ عم نشتغل بالتجارة، عم نفتح محل صغير وفي واحد شريكنا حابب يساعدنا. هو آدم كتير وأبي ساعده بزمانه، مشان هيك نحن بنثق فيه. أستاذ على فكرة أنا بقدر أشتغل وبقدر ساعد، بس عمر ما عم يرضى. أستاذ عمر ما بصير يضحي، مو هيك؟ هذا اللي كنت خايف منه. أستاذ عفواً تحكي معه أنت؟ بحكي، بس خايف أني ما أستفيد. لا لا أستاذ أكيد رح تستفيد، لأنه عمر بيحترمك كتير وأكيد رح يسمع رأيك. تفضل أستاذ. تفضل ارتاحهم وأنا رح ناديهم. أكيد عم تتخيل حالك بطل، ولا عم يجرح قلبك شفقة على حالك؟ أي إحساس من هالتنين عم يخليك تعجب بحالك أكتر؟ ولا أنت من النوع الثالث اللي بيضل بيبحث وبيغوص بمشاعره؟ ولا نازل تعذيب بحالك؟ أي إحساس من الأحاسيس المريضة عم تمارسه بالأيام؟ ما عم فهم عليك. أكيد؟ إيه أكيد. ما عم تقلي أستاذ ليش؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ وما بتعرف ليش تخليت عن طموحك بهالبساطة والسهولة؟